السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم الفيديو تاعنا جبت لكم اليوم تكتوكه صيفيه، اكله صيفيه خفيفه. درت لكم اليوم بالقرعه او الكورجيت، خفيفه ومناسبه جدا للصيف. مكوناتها بسيطه، خضره طبعا موجوده في كل بيت. نروحوا للمكونات وانا نوجد لكم، راح نقول لكم على المكونات. هنا المقله تاعي درت فيها حبه تاع بصل كبيره وزوج حبات تاع طرشي او فلفل حلو، درت واحد احمر واحد صفر كما راكم تشوفوا. قطعته رقيق وشويه تاع الزيت من الملح وخليته يتقلى في المقله. من جهه اخرى قطعت حبات تاع بطاطا، ثم حسب افراد العائله قطعتهم مربعات صغار اوندي وقليتهم في الزيت تاعي حتى سخن وقليتهم. عندي كذلك حبات تاع القرعه او الكورجيت، كل واحد واش جريوات، كل واحد واش يسميها، زوج حبات تاع جريوات قطعتهم ثاني اوندي كما راكم تشوفوا. بعد ما نقيتها وغسلتها نقطرها ثاني ونقليها في مقله واحده اخرى، ولا بعد ما نصفي البطاطا تاعي نعاود نقلي الكورجيت تاعي ثاني. فوالا راني صفيت البطاطا هنايا. هذيك المقلة اللي راه فيها البصل والطرشي راهي تتحمر، زدت لها زوج حبات تاع طماطم كبار قطعتهم ثاني مربعات صغار ضفتهم لها ونخليهم يتجمروا. نقص للنار ونخلي هذيك التكتوكة تاعي طيب، ومام تو راني نقلي في هذيك الاخرين وهي راهي طيب. لازم تتجمر لي مليح هذيك التكتوكة. ضفت هنا شويه تاع توابل، ملح وفلفل احمر حلو وحار وشويه تاع الفلفل الاسود، اللي يحب الحار يدير، اللي ما يحبش ما يديرش، مستغنى عليه. هنا ورقه تاع رند قسمتها على زوج، ضفت لها شويه تاع الماء باش تطلق لي البنات مليحه في التكتوكه تاعي. الرند يجي بنين في التكتوكه. فوالا ديروا ورقه تاع الرند ونخلوها، نقصوا النار ونخلوها تجمر لنا على نار هادئه. شوفوا التكتوكه تاعي كيفاش طابت وجاو الالوان ما شاء الله. مرة مرة نقلبو منخلوهاش تحرق لنا، نقصو للنار نغطيو عليها ونخلوها طيب بالعقل. نروح دوكا للمقلة اللي ندير فيها الكراتين تاعي. ستفت هنا شوية تاع البطاطا مقلية قسمتها على اثنين، درت فخوماج قطعة تاع فرماج، ثم اللي عندكم تقدرو تستغناو عليه الفرماج، تقدرو ديرو تقدرو تستغناو عليه. مشيت هذاك الفرماج شوية على البطاطا، شرائح تاع البطاطا، ضفت لهم شرائح تاع الكورجيت من فوق، غطيتهم ودرت طبقة ثانية تاع البطاطا من فوق بعد الكورجيت. وفي الأخير درت التكتوكة، غطيت بها السطح تاع المقلة تاعي. فوالا نحاول كامل نغطي هذيك الخضر تاعي بالتكتوكة اللي طيبتها. فوالا نساويها، نحاول ندير اماكن في الوسط هكذا باش يدخل البيض. هنا عندي درت خمس حبات بيض، وانتم واش تحبوا اربع حبات ثلاثه يجوكم. شويه تاع الفلفل الاسود وشويه تاع الملح طبعا. نضربوا البيض تاعنا ونديروا نضيفوه للخليط اللي فوق النار ونقصوا للنار. فوالا نديروا اماكن باش يدخل البيض، نحاول نفتحوا شويه باش يدخلنا البيض الداخل في التكتوكه ويغطيها كامل. نفرغ اللي عنده المعدنوس يدير المعدنوس، نفرغوا كامل الخليط تاع البيض تاعنا، نغطيه كامل سطح هذاك المقله ونحاول هكذا بالفرشيطه ندخل البيض الداخل. وانا طيب على نار هادئه باش ما تحرقلكمش من تحت. هنا قلبتها، درت طبسي صحن واحد اخر في المقله وقلبت هذا، هذه قاع المقله راكم تشوفوا. هنا جات غير البطاطا والوجه الاخر يجي فيه التكتوكه من فوق، تحمرت لي. فوالا نطيبها على جهتي باش يطيب لنا البيض مليح. كان هذا هو الشكل النهائي تاعها، طابت ما شاء الله مجمره الله يبارك. اكله صيفيه خفيفه، تقدروا حتى تدوها معاكم هكذا جوله ولا خفيفه.
كما تعرفوا الصيف غير خضار والمقلي. شاهدكم في الجنة ان شاء الله. نتمنى يعجبكم الطبق تاعنا اليوم، خفيف وظريف، ما كنتش ان شاء الله ما كنتش ثقال عليكم. نقول لكم شهية طيبة ان شاء الله. خلونا كومنتير وبصمات، بارطاجوا لنا الفيديو الله يحفظكم. مشاهدة طيبة للجميع، دمتم في رعاية الله وحفظه جميعا. مع السلامة في فيديو مقبل ان شاء الله.